قد يبول الأطفال أحيانا على فرش البيت، فهل يكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرش؟ إذا وضع الراكب في بول سجادة وصلى عليها لا بأس، وإذا غسل الموضع إلى يصابه الماء أصابه البول صب عليه الماء حتى يكاثره في ذلك تطهر المكان، وإذا وضع السجادة وبساط طاهر على وسط المجلس كفى ذلك.